في معنا مروان زيادات من دربني تي في اللي هو سي او كو فاوندر. مرحبا مروان. اهلين، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك باستوديو وامدا. شكرا. كيف ملاقي ArabNet لهلا؟ هاي اول زياره لنا، اول مره بنشارك فيه. لحد هلا شيء بياخذ العقل، يعني هذا اللي احنا بنحبه وهذا اللي عم بنشوفه. شو اكثر شيء لفت لك نظرك؟ المومنتوم، الافكار. اليوم عم نقعد مع ثلاث اشخاص بساعه عم نشوف 3 different panels of idea which is يعني it will add value for our experience as well. خبرنا شو عن دربني تي في. دربني تي في هو اول موقع للتدريب عبر الانترنت باللغه العربيه. الفكرة الرئيسية تبعه لدربني تي في أنه إحنا نوفر محتوى تدريبي لنساعد الناس من خلاله يتدربوا ويصقلوا مهاراتهم ليلاقوا فرص عمل أو ليطوروا الكارير باث تبعهم. اليوم دربني تي في التخصص تبعنا بالديزاين، بس أور بلان لنغطي كل الـ IT subjects و other subjects، practical subjects زي الارت، الميوزك، السوفت سكيلز، البزنس سكيلز اند سو اند سو فورث. من وين اجت الفكره لاطلاق هذا المشروع؟ من عده نواحي. احنا ويف بين ان ذا اوفلاين تريننج اندستري فور 8 ييرز، ولقينا بالضبط ثلاث جزئيات رئيسيه السوق بحاجه لهم. اول جزئيه انه اليوم الجامعات عم بتخرج ناس مش عم بتناسب متطلبات سوق العمل، وهذا الجاب وهي اللينك هدفها الرئيسي للواحد يتخلص منها هي من جزئية التريننج. وبنفس الوقت لقينا على أنه اليوم الناس بتتوقع أنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الدارجة بمنطقتنا، وهي غلط. يعني اليوم إذا الواحد بيتعلم شيء صعب فتخيل يتعلمه بلغة تانية بيفهمهاش. فبالنسبة لإله هاي جزئية عم نركز عليها. وثالث جزئية أنه الشخص اليوم الناجح والشخص الثاني اللي بيحاول ينجح أنه مين اللي بيعرف أكثر، فknowledge is power، وحتى الواحد يحسن معلوماته لازم يتدرب. فمن وراء هاي الثلاث جزئيات ولقينا على أنه دربني تي في راح يلاقي يعني صيت واهتمام لكل الناس اللي عم بيدوروا ل to be part من هالسكسس اللي عم بصير بالريجن. يعني بفهم منك كل التدريبات على دربني تي في بالعربي. صحيح. كم تريننج فيه لهلا؟ هلا عندنا تريننج ل 23 تكنولوجي، عندنا اكثر من 600 فيديو ل 60 ساعه تدريبيه. يعني تخيل اليوم اذا بدك تحضري 60 فيلم قد ايه بدك وقت لتخلصيهم. فعندنا اوريدي بالستارت اب كونتنت بحاجه لاكثر من سنه لينهي اي شخص بفوت وبسجل على دربني تي في. كم مستخدم صار فيه لليوم؟ احنا صار لنا شهرين وشوي طالعين، صار لنا حوالي 700 مشترك لانه اتس بريميوم ويب سايت. وصار عندنا a lot of success story. يعني اليوم مثلا عملائنا المميزين بالسعودية بصار يقدروا يروحوا على فيرجن بجدة يشتروا سكراتش كارز تبع دربني تي في، فصار لنا presence offline كمان لنقدر نوصل للجمهور بعدة طرق ممكنة. شو عملتوا لحتى تعملوا توصل يعني للتسويق؟ شو الستبس اللي أخذتوها؟ احنا هلا عملنا 3 channel sales channels program. الأول اللي هو دربني تي في distributor channel. اليوم صار عندنا أكثر من موزع بأكثر من دولة. هذا الموزع هدفه الرئيسي أنه يعين ريسيلرز ويوصل للكوربريت بيزنس تبعنا. وبنفس الوقت عندنا البروجرام الثاني اللي هو جديد على المنطقة اللي هو دربني تي في امباسادور، سفراء لدربني تي في. هدول طلاب جامعات اوريدي صاروا عندنا 18 واحد موزعين بالجامعات الأردنية والسعودية. هدول بيبيعوا دربني تي في وذي بروموت دربني تي في لزملائهم بالجامعة وما بتركوا دراستهم وبيحصلوا على دخل اضافي. وثالث شانل اليوم كمان احنا عم نعمل ادفايزري بورد لدربني تي في، اللي هم بيشمل عمدة كليات من جامعات متميزه بالشرق الاوسط، زائد ناس من الكوربريت ماركت، زائد طبعا الجفرمنت سيكتور، لنعمل هالتريانجل انه سوق الادوكيشن شو لازم يخرج لسوق العمل، وسوق العمل شو بده من سوق الادوكيشن، والجفرمنت كيف تقدر تو سبورت هالفورمولا. وهدول البورد اوف ادفايزرز بيعطونا الانسايت تبعهم على ايش نركز كدربني تي في بانشاء محتوى تدريبي. طب بالنسبه للمحتوى، نعم، كيف يعني الانستراكتورز اللي عم بيعطوا هذا المحتوى هن لايسنس، هن عندهم شهادات، من وين عم بيجوا؟ سؤال رائع. اليوم في ناس بيقولوا لي طيب شو الفرق بين دربني تي في وافوت على اليوتيوب احضر سبجكت؟ اليوم احنا هاي مشكلتنا. اليوم انك توصلك معلومه غلط
هاي قد ما إلها فوائد قد ما إلها سيئات كتير عظيمة. عشان هيك الكونتنت تبعنا الكورس أوتلاين سيرتيفايد من الشركة اللي عاملة السوفتوير هاد فور إكزامبل، والإنستركتر هو سيرتيفايد وإله حق يدرب. فالمعلومة اللي عم نعطيها هي معلومة موثقة ومتأكدين أنها رح توصل للناس ويستفيدوا منها. فمش أنا هاوي حاط فيديو بخبر ناس عن معلومة يمكن اللي عم بخبرهم إياها تكون معلومة خاطئة أو معلومة مش دقيقة. عشان هيك إحنا في عنا جايدلاين واضح بالتعاون مع الشركات اللي عم نشتغل لتدريب لإنشاء محتوى تدريب إلها، على سبيل المثال زي أدوبي، زي سينما 4D، زي توم بوم، زي أبل، لنقدر نقدم محتوى زي ما بدهم وزي ما بده السوق بنفس الوقت. شو أهم صعوبات واجهتوها لليوم؟ اليوم في عنا شغلتين رئيسيات عم بشوف. الشغلة الأولى از ستارت اب أكيد بالتسويق بالماركتينج. اليوم إحنا عم نخاطب 23 دولة، تارجت ماركت تبعنا 15 مليون مستخدم. لنوصلهم يعني هذا الموضوع بده طولة بال وبده انفستمنت كبيرة وبده وقت. الشغلة الثانية اليوم للأسف الاند يوزر بحب الانترتينمنت كونتنت، الادوكيشنال كونتنت مش كتير رغبانه إلا إذا كان مضطر له. وإحنا دائما عم نوعي للناس أنه وقتك هو سلاحك، استثمر في حالك أهم شيء، لأنه رقم واحد لازم تستثمر فيه هو شخصك حتى تقدر تساعد العيلة تبعتك أو المجتمع اللي أنت فيه. كتير حلو كتير حلو، شكراً كتير لتحدثك مع وامدا. بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله بنشوفك سنتجي كمان إن شاء الله. شكراً.